بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب شرح السنة للإمام البربهاري وعليه شرح الشيخ الفوزان، وقفنا في المرة الأخيرة عند قوله قال المؤلف رحمه الله تعالى: والإيمان بعذاب القبر ومنكر ونكير. قال المؤلف رحمه الله: والإيمان بعذاب القبر ومنكر ونكير. وهذا ضمن مسائل من مسائل الاعتقاد يقررها الإمام رحمه الله تعالى في عباراته تقريرا لعقيدة أهل السنة والجماعة، ويعني بذلك أن من عقيدة أهل السنة والجماعة الإيمان بعذاب القبر والإيمان بفتنة القبر، والتي منها سؤال الملكين، والتي منها سؤال الملكين المنكر والنكير. قال الشيخ الفوزان في الشرح: قال كذلك من عقيدة أهل السنة والجماعة الإيمان بعذاب القبر ونعيم القبر. فالميت إما أن يعذب في قبره وإما أن ينعم إلى أن يبعث يوم القيامة، والقبر هو منزلة بين الدنيا والآخرة، ولذلك يسمى بالبرزخ، لأن البرزخ هو الحاجز بين شيئين. قال الله تعالى: مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان، يعني فاصل بين العذب والمالح. كذلك القبر فاصل بين الدنيا والآخرة، ولذلك سمي بالبرزخ، أو سميت حياة القبور بحياة البرزخ أو الحياة البرزخية، أي التي تفصل بين الدنيا أو الحياة الدنيا والحياة الآخرة. يقول: لا يبغي المالح على العذب ولا يبغي العذب على المالح، لأن الله جعل بينهما فاصلة لا يختلط هذا بهذا، فالبرزخ هو الفاصل بين الشيئين، لأن الدور ثلاث، لأن الدور ثلاث: دار الدنيا ودار البرزخ ودار القرار. قال: هذه الدور التي يمر بها العباد دار الدنيا محل العمل، ودار البرزخ هي محل الانتظار، ودار القرار هي دار الجزاء. نسأل الله تعالى حسن الخاتمة. والله جل وعلا يقول: حتى إذا زرتم المقابر، فدل على أن المقابر ليست محل إقامة، بل الإنسان فيها مثل الزائر الذي يزور ويرتحل. فجعل المكث في المقابر زيارة، لأنه يقيم فيها ثم يرتحل، لكن في فترة وجوده في القبر أول ما يوضع في القبر ويسوى عليه التراب وينصرف الناس عنه، قال: وإنه ليسمع قرع نعالهم. قال: يأتيه ملكان في القبر فيجلسانه، وتعاد روحه في جسده، ويحيا حياة برزخية وليست مثل الحياة التي في الدنيا. قال: فيسألانه، وذكر الحديث. فهذا الكلام مجمل كلام أهل السنة في مسألة حياة القبور، من أن الإنسان إذا مات فإن سنة الله عز وجل في الخلق وليست في أهل الإسلام وحدهم أن يقبر الإنسان، كما قال الله تعالى: ثم أماته فأقبره. فهذه سنة الله عز وجل في الخلق، حتى في الحيوان والطير،
فإن من الحيوان والطير كثير منه يعرف هذه السنة ويقيمها، فتراه إذا مات منهم الفرد فإنهم يحفرون له ويدفنونه، فهذه سنة الله عز وجل، والمسلمون هم أعظم من يقيم ذلك. ولذا فإن الإنسان إذا مات فإن المسلمين يقبرونه فرضا ووجوبا، بل حتى ولو كان كافرا، حتى ولو كان كافرا وجب على المسلمين أن يقبروه، وذلك لأنه بعدم قبره يكون الأذى منه في الناس وفي البيئة ونحو ذلك. ولذلك فيقبر المسلم سترة ومنعا لأذاه ومنعا لأذية غيره، ويقبر الكافر من باب عدم أذية الناس وعدم إضرار الخلق بتركه. وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قتل من قتل من المشركين يوم بدر فإنه صلى الله عليه وسلم أمر بدفنهم وأمر بدفنهم في قليب بدر، وهذا يشعر بأن الدفن قد يكون فيه كذلك تكريم فوق مسألة الدفن. وإلا فإنه لما دفن قتل المسلمين دفنهم في قبور خاصة، كل إنسان في قبر، أما الكفار فإنه جعلهم في قليب بدر فوق بعضهم البعض في القليب، وهذه إهانة. ويفهم منها كذلك أن قبر هؤلاء إنما يراد به منع أذاهم عن الناس ولو بعد موتهم، إذ أن هذه الجثث يتضرر الناس بها بسبب تعفنها وربما ولوج السباع إليها والطير والهوام، ولذلك هذه سنة الله في الناس. فإذا قبر الإنسان تحت الأرض وحفر له ووضع في الأرض وأغلق عليه بالتراب كانت هناك حياة أخرى تختلف اختلافا تاما عن الحياة التي كان فيها، وهذه الحياة كما ذكر هي حياة البرزخ، أي أنه سيبقى في هذا المكان مدة من الزمان، وهذه المدة من الزمان ينتقل بعدها إلى حياة أخرى وهي حياة الآخرة، حياة الآخرة. فصار بهذا الاعتبار هو في حياة فاصلة بين حياة الدنيا وحياة الآخرة، ولذلك هذه تسمى الحياة البرزخية. وهذه الحياة البرزخية فيها ما فيها من الأمور التي أخبرنا بها، التي أخبرنا بها وأخبرنا الله ورسوله عنها، ونحن نصدق بذلك تصديقا لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما أهل الكفر والتكذيب والضلال فإنهم يكذبون بذلك كما سيأتي في الإشارة إلى ذلك، لكن هذه الحياة كما ذكرنا هي حياة خاصة، هي حياة خاصة، وهذه الحياة الخاصة فيها أمور أخبرنا عنها الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فأخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم عنها صراحة، وأخبرنا عنها الله تعالى في القرآن إشارة كما سيأتي في الأدلة. فإن أدلة فتنة القبر جاءت في القرآن تلميحا وجاءت في السنة تصريحا، وهذا الذي جعل بعض المجترئين من المتعالمين والجاهلين يجترئون على إنكار فتنة القبر، يقولون لم يرد في القرآن في شأن فتنة القبر أمر صريح، حتى ولئن لم يأتي في القرآن أمر صريح بشأن فتنة القبر فقد جاء الدليل عليها في السنة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم أوتيت القرآن ومثله معه.
والذي يرد السنة كافر، مع تفصيل وتحقيق طبعا عند العلماء في أنواع السنة وكذا ونحو ذلك. فرد ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم جملة من سنته هذا كفر بالله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى أمر بقبول ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فقال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فكان هذا كافيا في قبول ما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإن لم يرد في القرآن. وإلا هل في شأن الصلاة وتفصيل أحكامها وركعاتها ورد شيء في القرآن؟ هل ورد شيء في القرآن في تفصيل أحكام الصلاة؟ أبدا. بل لم يرد في القرآن عدد ركعات الصلاة، بل ولم يرد في القرآن تعيين أسماء الصلوات، وإن كان ذكر بعضها، ما في قول الله تعالى: وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهود مثلا. لكن هل ذكر في الآية تحديدا لركعات الفجر؟ لم يذكر. هل ذكر عدد الركعات للصلوات؟ لم يذكر، إنما الذي جاء بذلك هي السنة. ولذلك فإن الذين يردون ما جاء في مسائل الاعتقاد بحجة أن القرآن لم يأتي بها تصريحا فهذا ضلال مبين، ويكفر من رد ذلك بعد ذلك، أي بعد إقامة الحجة. فهذه الحياة من أحوالها أن الميت إذا أدخل في قبره فإنه يأتيه ملكان كما يأتي معنا في الحديث، فيسألانه، وعلى ضوء إجابته يكون حاله في قبره. فإن أجاب بإجابة الصالحين كان في روح ونعيم، وإن أجاب بإجابة الفاجرين والكافرين والعاصين كان في عذاب وجحيم، نسأل الله العفو والعافية. فيتحول أو تتحول هذه الحفرة إلى إما نعيم وإما جحيم، نسأل الله تعالى أن يعافينا وإياكم من عذاب القبر. هذه الحفرة الصغيرة جدا تتسع على الإنسان، فإما أن تكون روضة من رياض الجنة واسعة فيها ما فيها من مظاهر الجنة كما جاء في بعض الأحاديث، فيفتح له بابا إلى الجنة ويفرش له من الجنة، وإما والعياذ بالله أن تكون حفرة من حفر النار والعياذ بالله، وتكون واديا من أودية النار مفتوح عليه والعياذ بالله كما جاء أيضا في بعض الأحاديث، فيفتح له بابا إلى النار ويفرش له من النار والعياذ بالله. وعند ذلك يكون حال الإنسان بين هذين الحالين، إما نعيم وإما عذاب، نسأل الله العفو والعافية. فأما أهل النعيم فيمر عليهم نعيمهم سريعا، وأما أهل الجحيم فيمر عليهم عذابهم بطيئا طويلا، نسأل الله العفو والعافية. فأهل النعيم كما جاء في مجموع الأخبار لا يشعرون بالزمان إلا وهم يؤخذون إلى الجنة في آخر الأمر عن طريق مشهد الآخرة، وأما أهل العذاب في القبور فيظلون يعذبون وهم يتمنون إقامة الساعة لأجل أن يموتوا، لأجل أن يموتوا ظنا منهم أنهم يموتون، نسأل الله العفو والعافية. فهذه حياة لولا أنك تؤمن بها تصديقا لما جاء عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم لكان ذلك أمرا غير مقبول للعقل فقط. العقول لو كانت هي وحدها التي تتعامل مع هذه المسألة لأبد ذلك ربما، كما هو حال والعياذ بالله من قدموا عقولهم وأوقفوا عقولهم طبعا الفاسدة في الحقيقة، وإلا العقول الصحيحة تعرف أن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. ولذلك
لما أعمل أهل الزيغ عقولهم الفاسدة ونحوا الدين والشرع فإنهم كذبوا بهذه المسألة، ولا يزال إلى يومنا هذا من يتكلم بذلك أخذا عن هؤلاء المعتزلة والفلاسفة والملاحدة، بل كانت المسلسلات إلى وقت قريب في المشاهد التلفزيونية ونحو ذلك يأتون بالرجل الذي يظهر حكيما، وأن هذا الرجل من عظيم حكمته المزعومة أنه يسخر ممن يقول أن هناك شيء اسمه عذاب القبر أو نعيم القبر. نعم. فهذه الحياة حياة أخرى، حياة أخرى بمعنى حياة لا يستطيع الإنسان أن يدركها بعقله، وإنما عليه أن يؤمن بها من باب أنه يعتقد أن الله على كل شيء قدير، وأن هناك أحوال لا يطيق هو أن يعرفها، ولا عقله ولا نظره ولا حاله يطيق ذلك، ولذلك فإنه عليه أن يؤمن بها حتى وإن لم يستطيع إدراكها، يستطيع إدراكها. لكن في الحقيقة أيضا جاءت شواهد كثيرة على ثبوتها، جاءت شواهد كثيرة على ثبوتها، شواهد طبعا ابتداء الأدلة الشرعية وشواهد عقلية. فكثير من الخلق سمعوا معذبين في القبور، وأدركوا بعض أحوال أهل القبور، وأدركوا عذابهم بسماع، بأشياء رأوها، كحال بعض الشخصيات التي تدفن ثم يجدونها تلقى خارج القبر، أو أنها تضرب ويسمعون أصواتا ونحو ذلك، وبعضهم يفتح القبر فيجد أشياء مزعجة كالحيات ونحو ذلك، ونحو ذلك مما جرت به مشاهدة الناس. لكن الأعظم من ذلك هو ما جاء من أدلة شرعية تثبت هذه المسائل. قال يأتيه ملكان في القبر فيجلسانه وتعاد روحه في جسده ويحيا حياة برزخية وليست مثل الحياة التي في الدنيا، فيسألانه من ربك وما دينك ومن نبيك، فإذا أجاب عن هذه الأسئلة بجواب صحيح نجا ويسعد سعادة لا شقاء بعدها، ويوسع له في قبره مد بصره، ويفتح له باب إلى الجنة، ويأتيه من روحها وطيبها، ويؤمر له بفراش من الجنة، فلا يزال في نعيم في قبره، وهذا أمر غيبي لا نعلمه، فلو فتحنا القبر ما وجدنا من ذلك شيئا، لأنه في عالم ونحن في عالم آخر. البعض ممكن يقول طيب لماذا لم يجعل الله عز وجل هذا الأمر محسوسا ملموسا مدركا للمشاهدة، من باب أن الناس به يوقنون؟ الجواب هو قول النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم وقد سمع أصوات بعض المعذبين، قال لولا ألا تدافنوا لأسمعتكم عذاب أهل القبور، أو كما قال صلى الله عليه وسلم لولا ألا تدافنوا، يعني ماذا؟ لأن الناس لو رأوا ذلك ما تدفنوا، لأنه يظن أنه هيكون الدفن هو السبب. يعني لو مات حبيب لك، مات أبوك، مات ابنك، وأنت تعلم أن ابنك هذا كان مثلا على معاصي أو نحو ذلك، أو أبوك هذا كان على معاصي، فإذا شاهدت أنت هذه المشاهد إدراكا محسوسا فإنك تقول أنا أضع أبي للعذاب، لا مش هدفنه، ويترك الناس ذلك. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لولا ألا تدفنوا، ولذلك من حكمة الله في ذلك أي أخفى عن الناس هذا الأمر هو أن يجترئ الناس على الدفن، فإنهم لو رأوا ذلك ما تدفنوا. قال فيأتيه ملكان، قال فيسألانه من ربك وما دينك ومن نبيك، فإذا أجاب عن هذه الأسئلة بجواب صحيح نجا ويسعد سعادة لا شقاء بعدها،
ويوسع له في قبره مد بصره، ويفتح له باب إلى الجنة ويأتيه من روحها وطيبها، ويؤمر له بفراش من الجنة فلا يزال في نعيم في قبره. وهذا أمر غيبي لا نعلمه، فلو فتحنا القبر ما وجدنا من ذلك شيئا، لأنه في عالم ونحن في عالم آخر. وأما المنافق والمرتاب فإنه يقول إذا قيل له من ربك قال لا أدري، من نبيك يقول لا أدري، ما دينك يقول لا أدري. قال حتى وإن كان في الدنيا متعلما ويحفظ المتون والشروح ويحفظ اللغة وهو خطيب مصقع ومتحدث مفوه، لكن إذا كان ليس عنده إيمان فإنه يتلعثم في القبر ويعجز عن الجواب. عندما يسأل عن هذه المسائل يتلجلج ويقول ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. نسأل الله العفو والعافية. هذا فيه دليل آخر أو دليل على مسألة أخرى، وهي أن المسلمين كذلك يعذبون في قبورهم. وإلا قد يتوهم البعض أن عذاب القبور خاص بالكفار فقط، وهذه مسألة قد حدث فيها كلام، والنبي صلى الله عليه وسلم هو نفسه صلى الله عليه وسلم أنكر على اليهودية في أول الأمر لما قالت ذلك، أي لما قالت ما يشير إلى أن المسلمين كذلك يفتنون في قبورهم، فأنكر عليها النبي صلى الله عليه وسلم. وهي اليهودية التي دخلت على عائشة ذات يوم وقالت لعائشة تعوذي من عذاب القبر أو كلمة نحوها، فأنكر عليها النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنما ذلك في يهود، إنما ذلك في يهود، يعني ماذا؟ هذا لليهود فقط، للكفار فقط، هم الذين يعذبون أو هم الذين يفتنون في قبورهم. ثم أوحى الله إلى نبيه صلى الله عليه وسلم بعد ذلك بالأمر فقال يا عائشة ألا شعرت أن الله عز وجل أوحى إلي أنكم تفتنون في قبوركم؟ فهذا فيه دليل على أن هذه المسألة وهي فتنة القبر عامة، هذه المسألة عامة يعني شاملة للمسلم والكافر، شاملة للمسلم والكافر. طيب تأتي معنا مسألة أخرى أيضا، هل الصغار والمجانين ونحوهم هل تجري عليهم فتنة القبر؟ يعني هؤلاء في المصطلح نسميهم غير المكلفين، نسميهم غير المكلفين، الصغير المجنون نحو ذلك، هل تجري عليهم فتنة القبر؟ فالجواب أن العلماء في هذه المسألة على قولين، العلماء في هذه المسألة على قولين. فمن العلماء من ذهب إلى أنهم يفتنون في قبورهم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الناس جميعا يفتنون في قبورهم، وقال إن للقبر ضمة لو نجا منها أحد لنجا منها سعد رضي الله عنه. فطائفة من العلماء قالوا أن الفتنة تجري على الكل حتى غير المكلفين، حتى غير المكلفين. وطائفة أخرى قالوا لا، لا تجري عليهم فتنة القبر، وذلك لأن فتنة القبر عبارة عن سؤال عن الدين والنبي وعن الرب، وهؤلاء لا يدركون، وهؤلاء ليسوا أهلا للتكليف، ليسوا أهلا للتكليف، فعن ماذا يسألون؟ وهذا القول أقرب والله أعلم، هذا القول أقرب والله أعلم، أن غير المكلفين لا تجري عليهم فتنة القبر من جهة السؤال على الأقل، وإلا فيما يسألون إيه اللي يسألوا عنه؟ ده هو أصلا إنسان ما يعرفش أصلا، أحمق مجنون أو صغير، هذا لا يدري. ولذلك
فلعل هذا والله أعلم يكون هو الأقرب وهو مروي عن الإمام مالك رحمه الله تعالى. أما الأدلة على أن المسلمين يفتنون في قبورهم بل ويعذبون في قبورهم إن كانوا من أهل المعاصي، بمعنى أن فتنة القبر، كلمة فتنة القبر كلمة عامة تشمل من سينعم ومن سيعذب، ويقصد بالفتنة السؤال ثم يترتب عليها النعيم أو العذاب. هل يعذب المسلمون أم أن عذاب القبر على الكفار؟ الأدلة على أن عذاب القبر عام في الكل أو عام للكل، والأدلة كثيرة جدا تدل على ذلك. فإن الأخبار وردت بأن الذي لا يستتر من بوله يعذب في قبره، الذي يمشي بين الناس بالنميمة يعذب في قبره، الذي يأكل الربا يعذب في قبره، الذي يهجر القرآن يعذب في قبره، الذي يأكل أموال الناس بالباطل ويأكل أموال اليتامى يعذب في قبره. كل هذا وردت به الأخبار، حكاها لنا النبي صلى الله عليه وسلم. كل الأخبار التي حكى النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى فيها معذبين، فاعلم أن هذه حياة إيش؟ حياة البرزخ، حياة البرزخ. وإلا نار الآخرة، نار الآخرة لم يدخلها إلى الآن أحد، نار الآخرة لم يدخلها إلى الآن أحد، وجنة الآخرة لم يدخلها إلى الآن أحد، إنما تفتح يوم القيامة. ولذلك فالأخبار التي فيها الجنة وفيها النار وفيها معذبون وفيها منعمون، هذا كله في حياة الإيش؟ البرزخ. فالمنعمون في الجنة في حياتهم في البرزخ، في حياتهم في البرزخ، المعذبون كذلك. نعم. قال: فعذاب القبر أو نعيمه ثابتان في الكتاب والسنة، قال صلى الله عليه وسلم. يعني من الأدلة: تعوذوا بالله من أربع، من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. فكان صلى الله عليه وسلم يتعوذ من عذاب القبر. نسأل الله تعالى أن يعافينا وإياكم من عذاب القبر. فدل هذا على ثبوت عذاب القبر. وفي القرآن إشارات إلى عذاب القبر، قال تعالى: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر. قالوا، أي المفسرون يعني، هذا عذاب القبر، وقيل عذاب الدنيا. يعني المفسرون على قولين، إما يقصد بها عذاب القبر وإما يقصد بها عذاب الدنيا. نعم. وقال تعالى في فرعون وقومه: النار يعرضون عليها غدوا وعشية ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. قال: يعرضون عليها غدوا وعشية، هذا في القبر، لما ماتوا صاروا يعرضون على النار غدوا وعشية، فإذا قامت القيامة يقال أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. عذابين، الآية فيها عذابين مش كده؟ زي الآية اللي قبلها فيها عذابين. طب الآية اللي قبلها تحتمل عذاب القبر وتحتمل عذاب الدنيا، لكن هذه الآية لا تحتمل عذاب الدنيا، لأنه قال النار، لأنه قال النار، عذاب النار يعني. قال: النار يعرضون عليها غدوا وعشية ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. الواو دي تقتدي الإيه؟ المغايرة، تقتدي المغايرة، إن ده حال وده حال آخر، فدل على أن هذا عذاب قبل عذاب الآخرة وهو عذاب القبر. وقال تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قالوا: معيشة ضنكا في القبر والعياذ بالله، هذا من كلام المفسرين. فإن له معيشة ضنكا، أي إذا مات كانت عيشته في قبره ضنكا. نعم. فالأدلة على عذاب القبر متواترة، فمن كذب
بعذاب القبر، فمن كذب بعذاب القبر من المعتزلة ومن نحى نحوهم فإنه مخالف للأدلة المتواترة. المعتزلة أخذوا هذا عن الملاحدة أو فلاسفة الملاحدة، أخذوا هذا عن فلاسفة الملاحدة، فإنهم المعتزلة طبعا كانوا يعني يسمعون للمتكلمة والفلاسفة ونحو ذلك، فنقل إليهم هذا. وهذا موجود في بعض الناس الآن الذين كذلك ينتهجون منهج العقلانية، ولذلك إذا لم يعجبهم خبر بعقولهم ردوه، حتى ولو كان ثبت بالتواتر يردوه. إن لله وإنا إليه راجعون. قال فإنه مخالف للأدلة المتواترة ويكون مختل العقيدة والعياذ بالله، وفاقدا لأصل من أصول العقيدة هو الإيمان بعذاب القبر، فإن كان متعمدا عارفا بالنصوص لكن يكابر وينفي فهو كافر. أما إذا كان متأولا أو مقلدا أو جاهلا فهذا لا يكفر لكن يضلل ولا يكفر. ولذلك رد فتنة القبر وأدلة فتنة القبر بعد بلوغ الحجة والبيان كفر بالله تعالى، وأما إن كان من باب الجهل فيقام عليه الحجة ويبين له ونحو ذلك حتى يعني يصل إلى الحق. قوله ومنكر ونكير. قال منكر ونكير اسمان للملكين اللذين يأتيانه في سورة مروعة يعني مخيفة، يقال لأحدهما المنكر والآخر النكير كما جاء ذلك في الأحاديث. الأحاديث طبعا فيها تفاصيل كثيرة وأحاديث طويلة، ومنها أنها ذكرت هيئة المنكر والنكير، لهما أزرقان أسودان نحو ذلك يعني. فهذا كله يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا عن فتنة القبر بمنتهى التفصيل، حتى أنه صلى الله عليه وسلم يذكر المنكر والنكير ويذكر ألوان عيونهما وأصواتهما كالبرق ونحو ذلك والرعد وكذا كما جاء في بعض الأوصاف في الروايات. هذا كله يصفه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يأتي من يقول أن عذاب القبر أو فتنة القبر لا تثبت لأنها لم تأتي في القرآن صراحة. ولذلك فتجد المعتزلة ومن نحى نحوهم يحتجون بأن هذا من ناحية العقلية غير مقبول، لأننا فتحنا القبور ونفتح القبور ولا نجد شيئا من ذلك، ولا نجد شيئا من ذلك. ولذلك هؤلاء حتى من جهة العقل فعقولهم فاسدة، وإلا كم من أشياء هم يؤمنون بها وعقولنا لا تدركها، كثير كثير جدا. يعني على سبيل المثال لو أن هناك رجلان أو شخصان ينام كل منهما بجوار الآخر، بل ربما كل واحد وهو نايم الواحد فيهم ممكن رجل واحد فيهم تيجي على الثاني وهو نايم، ومع ذلك فهذا قد يرى في منامه الجنة ونعيمها والآخر يرى في منامه العذاب الذي ما بعده عذاب، أليس كذلك؟ يعني ممكن تلاحظ واحد طول الليل اثنين نايمين جنب بعض، واحد عمال معذب بالكوابيس والشياطين عمالة تعذب فيه، واحد تاني جنبه على طول لازق فيه بيرى الإيش؟ الجنة، بيرى الجنة أو بيرى مثلا خضرة ونعيم وكذا وكذا. من الذي أجرى عليهما ذلك؟ الله سبحانه وتعالى. فأجرى عليه هو في الدنيا ذلك إنه يرى نعيما هو لا يدركه في الحياة العادية. وأعني بذلك إنه الحياة اللي هي غير الحياة العادية الله تعالى قدير على أن يجعل لك ما يشاء. أنت وأنت في المنام ترى أشياء على غير عادة الحياة، أليس كذلك؟ أنت ساعات في المنام كده تلاقي نفسك ماشي في حديقة وفجأة تلاقي نفسك في حتة تانية في المنام، أو فجأة تلاقي أشخاص وفجأة اختلفوا، أو فجأة تلاقي أشخاص أنت ما تعرفهمش أصلا وبتتعامل معهم على أن أنت عارفهم. يعني أنا أضرب لكم مثال، مثلا أحد الإخوة رأى في منامه أنه بيخبط على باب شيخ من الشيوخ الكبار،
فالشيخ الكبير وهو بيخبط الأخ على الباب بيتحدث مع أهله، زوجته يعني بيتحدث مع أهله وياخد ودي معاها وكده، والأخ بر على الباب والشيخ بيكمل يعني الكلام وصوته مسموع بر، وبعدين فتح له الباب وقال له تفضل، ودخل الأخ وقعد وقاعد والشيخ قاعد وزوجة الشيخ قاعدة وعمال يتكلم مع الشيخ وياخد ويدي وزوجة الشيخ قاعدة. طب الأخ ده يعرف زوجة الشيخ أصلا؟ ما يعرفهاش أصلا وما شفهاش قبل كده ولا يعرفها أصلا. طب المنام ده جه ازاي؟ حاجات كلها فوق إيش؟ عادة الإيش؟ الحياة، فوق عادة الحياة. فالغرض المقصود أن حياة البرزخ حياة غير الحياة العادية. فإذا كان في الحياة العادية أنت ترى أشياء وتدرك أشياء غريبة وتؤمن بها، فكيف بحياة أنت لا تعرف عنها شيء ولا يعني تدري عنها شيء إلا بعدما تكون من أهلها؟ نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من المنعمين في قبورهم. بقيت مسألة واحدة وهي هل العذاب أو النعيم يكون على الروح أم على البدن أم على الروح والبدن؟ خلاصة الكلام أن يعني الصحيح من كلام أهل العلم أن النعيم أو العذاب يكون على الروح وعلى البدن، ويكون على الروح منفردة وعلى البدن منفردا وعلى الروح والبدن مجتمعين، وهذا مجمل كلام أهل العلم كما قرره يعني كثير من العلماء ومنهم شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، كما في قوله قال مذهب سلف الأمة وأئمتها أن العذاب أو النعيم يحصل لروح الميت وبدنه، وإن الروح تبقى بعد مفارقة البدن منعمة أو معذبة، وأنها تتصل بالبدن أحيانا فيحصل له معها النعيم والعذاب، لأن في فترات الروح بتفارق بها البدن زي مسألة طلوع الروح وهو لسه في الدنيا، فالروح فارقت وصعدت إلى أعلى عليين أو نزلت إلى والعياذ بالله أسفل السافلين، فهنا في نعيم وفي عذاب وفي معاناة في معاناة على الروح وعلى البدن، إما متفرقة وإما مجتمعة. نسأل الله تعالى أن يحسن خاتمتنا وإياكم. ننتقل إلى كتاب الملخص الفقهي. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.